أمي سيدي عبد الحميد، بغيت كذا هذا هاد الناس اللي تيسمعونا قول لهم شي نصيحة من القلب ديالك. الناس عايشة في كدار وفي دارك وفي ضنك، وعايشة الناس، أنت شتي كي دايرين الناس، معذبين، كثر الطلاق، كثر عقوق الوالدين، كثر قطيعة الأرحام، ياك هادشي كنشوفوه كل صح نهار. صح كاين واحد المقام شريف وسهل الإنسان يوصل له، هو مقام الإيمان الذوقي. الله، فلما كيتذوق الإنسان حلاوة الإيمان، باش كيتذوقها؟ كيتذوقها بواحد جوج ركعات في جوف الليل، الله، أو بصيام يوم الله، خاشع لله ولا يخبر أحدا بصيامه، لا ما تقولها. يتركه سر بينه وبين الله. ما كيجي داك الإيمان الذوقي، فالحياة كتولي عندنا شيء، لا شيء، همنا الوحيد يكون فيها هو حرث الآخرة. الله الله، فكيف الذي هو يسعى في حرث الآخرة يعادي أخاه؟ نختم بواحد القصة ذكرت لواحد الأعرابي، شوف السعي في حرث الآخرة. هذا الحديث رواه أصحاب السنة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني النبي جاء به للزكاة، تيجيب الزكاة. كان يجيب الزكاة. نعم، وصل عند واحد الأعرابي قال: أدي ما عليك من الزكاة. فجمع له ما يملك من الغنم والإبل قال له: هذا الذي أملك، ماذا وجب علي فيه؟ قال له: وجبت عليك بنت مخاض، وهي الناقة الصغيرة التي أتمت سنة أو لم تكمل سنة. فالأعرابي قال له: كيف بنت مخاض يا أخي؟ بنت مخاض لا تصلح لا للركوب ولا تنتج اللبن ولا تنفع أخي المسكين، الله، هذه ناقة عظيمة سمينة، خذها فهي أنفع لأخي المسكين. قالوا: تنفعه في الركوب وفي اللبن؟ قال له أبي بن كعب: أنا لا أخذ منك إلا ما وجب عليك، وإذا لم تعطيني هذه الناقة الصغيرة فها هو النبي قريب منك، فأدخل عنده. فدخل معه إلى المدينة، فلما وصل عند النبي قال له: يا رسول الله، إن مصدقك الذي بعثه إيجابيا. قال: وجبت عليها بنت مخاض يا رسول الله، هذه صغيرة لا تنفع المسكين، لا يركبها ولا ينتفع بلبنها. فقلت له: هذه ناقة عظيمة سمينة تنفع المسكين، فأبى أن يأخذها، وجاب الناقة معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله، العمل، قال له: يا رسول الله، تقبلها مني؟ قال: نقبلها منك وندعو لك بالخير. فأخذها النبي وجعله بالخير والبركة. الله الله الله، شوف كيفاش احنا تقبيله، قال: هدي ودي، انا ما عمري ما اديت الزكاه وما عرفش كاع الزكاه. الناس ما كانوش كيأديو الزكاه فحسب، بل كانوا يعطونها من خيار اموالهم. الله.